السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة بإذن الله هنعمل السندوتشات بتاعة المدارس اللي هي محشية جبنة. بإذن الله هتبقى الطريقة سهلة وجميلة جدا، وهتعتمديها عندك، وطريقة سهلة وحلوة، ومش هتحتاج ان انت كل يوم تحتاري على سندوتشات المدارس للأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا 5 كوبايات دقيق، ومعايا نص معلقة محسن خبز. لو ما عندكيش مش مشكلة، انا كده كده هنحط ايه، معلقة خل، ومعايا نص معلقة ملح، معايا نص كوباية سكر خدت منها معلقة، خمرت بيها الخميرة على نص كوباية لبن وكيس خميرة، ومعايا بيضتين، خدت بيضة وبياض التانية والصفار التاني، خليته ايه عشان ادهن بيه وش الخبز بتاعنا، ومعايا 4 معالق زبدة، ومعايا 2 كوباية لبن مدفية في الكسرولة ديت عشان استعمله العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب المكونات الجافة كده كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر، كل المعايير معاييرها بالدقيق والسكر واللبن وكله بالكوباية دي. بسم الله. نحط الخميرة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. الخطوة دي بتسهل معاكي ان العجين يخمر بسرعة معاكي. بسم الله. خلي الزبدة للآخر، هنحط البيض. بسم الله. معانا معلقة خل كمان عشان الصفارة. هبدأ جنب ايديا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لو عندك مضرب حطي في المضرب، لو ما عندكيش هي ما بتاخدش وقت خالص في العجن، ولا بتاخد مجهود ولا اي حاجه. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبك وهتلاقي النتيجه باذن الله مرضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اللبن شوية شوية كده عشان ايه، حسب الدقيق بتاعنا برضو ما يحتاج. العجينة ما بتبقاش لابسة، لا بتتلزق في الايد كده، بس بتبقى معجونة كويس. هبدأ احط الزبدة بتاعتنا بقى. بسم الله. بسم الله. خلاص يا حبيبي، العجينة بتاعتي اهيت، خدمتها كويس، هي بتشربط في الايد اهيت، بس ايه خلاص اتعجنت عشان تبقى طرية معاها. بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تختمر ونرجع تاني بإذن الله نشوف هنعمل فيها ايه. رجعت لكم تاني يا حبايبي اهوت، بعد العجينة ما اختمرت معانا وقطعتها كور صغيرة كده، هنبدأ بقى نحشيها مع بعض كده بإذن الله.
ارش رشه دي بسيطه خالص كده. بسم الله. هعمل عجينه تحت كده مستطيله. هبدأ بقى احط الحشوة تحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي جبنة عندك حطي منها، جبنة شيدار، جبنة موزاريلا، اي حاجة عندك حطي منها. بسم الله نبدأ نعمل الحشوة بتاعتنا كده ونتم الحرف عشان الحشوة ما تخرجش. بسم الله. ونبدأ بقى نلفها. بسم الله. هتبقى بنفس الطريقة كده. الحراب برضو كده عشان الحشوة بتاعتي. وابدأ بقى ألفها كده تبقى بالشكل ده. هنحطها بقى نحطها بينها وبين بعضها مسافات عشان ما تلزقش ببعض، عشان لسه هتختمر معانا كمان نص ساعة. نفس الكلام نفس الطريقة كده. هعمله كله بنفس الطريقة ديت واسيب مسافات بينهم وبين بعض ونرجع تاني بإذن الله. أنا بنكمل مع بعض. أنا عايزة أعمل باقي معايا حتة عجينة، عايزة أعملها حاجة حلوة بإذن الله. انا عايزه اعملها زي الترس كده اللي هو المخبوزات اللي هي التركيه ديت. ابدأ الفها كده، الفها تاني، الفها لحد ما تطول معايا كمان شوية عشان ايه، انا هلفها على بعضها لسه.
كده خلاص الفاية بقى على بعضها كده. بسم الله هبدأ اخدها كده بالنص كده وابدأ كده كده واقفلها بقى كده من اللي هي من الحفر ده تبقى بالشكل. نجحت لكم تاني يا حبايبي بعد العجينة ما اختمرت معانا للمرة التانية. ومعايا بقى الصفار البيضة اللي انا حفظته من العجينة ومعلقة اللبن. هبدأ ادوبه كده في بعضه واتهم بيه وش العجينة بتاعتي. بالنسبة للوش بقى لو الحاجة اللي انت سمسم حبة البركة الحاجة اللي انت عايزة تحطها عليها الوش حطيها. هنتهن بقى كله كده ونولعه الفرن بقى له 10 دقايق. هنحطه على الايه على الرف اللي في الوسط هياخد ايه 10 دقايق برضو. وبعدين لو وش محمرش ممكن نولع الشواية دقيقتين اتنين عليها. نحطه بقى في الفرن ونرجع نشوفه مع بعض هو بقى شكله ايه. انا خلص يا حبيبي رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السندوتشات بتاعتنا المحشية جبنة. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. وديت الصينية التانية بس لسه طالعة من الفرن سخنة. وديت قطعتين كانوا واقيين فقلت اعملهم قصتين. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. طريه جدا وجميله ومهشه وتدي الفرقه اللي انا كنت عايزه اعملها. شايفين ما شاء الله يعني. شايفين مي طريه جدا. شايفين قلبها مفرغ ازاي طبقات يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. حبة عيش جمال جدا. ديت انا حشيها حلوة بس سخنة جدا لسه مش عارفة ايه احركها من مكان. حشيها شوكولاتة. شايفين جميلة جدا. اتمنى حبايبي الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوناش في لايك ودعواتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.